ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. فيديو اليوم هيكون عن كشف الحقيقة الكاملة عن اختفاء ندى زوجة برنس مصر، وعن حقيقة الفيديو اللي نزله برنس مصر على قناة بيبي مكة، وكمان هنعرف ليه مستر احمد حلق شعره الحلاقة الغريبة دي. اخيرا هنعرف الاسطورة بيعامل الاولاد الممثلين ازاي. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك وشوفوا لي النهايه لو بتحبوا عائله الجمل. يلا بينا نبدا. وهنبدا بظهور ندى عند اي احلى، وبناكد لكل الفانز اللي ظهرت دي مش ندى مرات برنس مصر، وهتعرفوا ليه في الفيديو. ونحب ننوه ان فانز برنس مصر مش بيكذب عليكم، وهنثبت ده دلوقتي. قلنا في الفيديو اللي فات ان برنس مصر هيرجع يعمل فيديوهات في قناة بيبي مكة، واللي هي قناة ندى في الاساس. وبالفعل برنس مصر نزل فيديو على قناة بيبي مكة وهي في البحر، والفانز اللي بيقول ان برنس مصر ما عندوش قناة تانية، نحب نقول لهم لو متابعين برنس مصر وبتحبوه هو وندى، هتعرفوا ان برنس مصر عنده قناة برنس مصر وقناة تانية اسمها بيبي مكة، وكان اسمها القديم هي ام مكة في البيت. ونحب نهني برنس مصر على وصوله ل 3 مليون مشترك وعقبال ال 10 مليون، لان برنس مصر وندى يستاهلوا كل خير. ونحب نقول لاي فانز بيقولوا انهم شافوا ندى، نحب نقول لهم ان ندى ما ظهرتش في الكاميرا نهائي ولا على اليوتيوب من بعد اختفائها، كنا بنسمع صوتها بس. ودلوقتي هنعرف الاسطوره بيعامل الاولاد الممثلين ازاي. الاسطوره محمود الجمل بيحب كل الاولاد الممثلين معاه، ومش بيمثلوا بس معاه، لا هو كمان بيعاملهم زي اولاده. وقلنا قبل كده ان الفيلا الجديده لعائله الجمل جنبها ملاهي، والاسطوره خدوا امنيه وصالح ومكه ومها عشان يلعبوا في الملاهي، وده دليل ان الاسطوره عم محمود طيب وجميل زي مستر احمد وكمان برنس مصر. ودلوقتي هنعرف ليه مستر احمد حلق شعره وعمل حرفة فيروز على راسه. مستر احمد وعدنا في تحدي من تحديات الاولاد في رمضان انه هيحلق شعره وهيعمل حرفة فيروز وحياة على راسه. كل الفانز كان فاكره بيهزر، لكن مستر احمد عمل كده بالفعل، وده دليل على حب مستر احمد لبناته الأميرة فيروز وبيبي حياة، وانه اب جميل وكمان بيوفي بوعده. ودلوقتي هنعرف الحقيقة الكاملة لاختفاء ندى مرات برنس مصر. ووصلنا لمصدر موثوق، وهو اول واحد يأكد على معلوماتنا ويكون من العيلة، وهو يوسف اخو ندى. ده كان موضوع الفيديو اليوم، وعشان تتأكدوا احنا سألنا سؤال الفانز عن صورة يوسف امبارح. ان موضوع الفيديو اليوم عن يوسف هو اللي كشف حقيقة غياب او اختفاء ندى مرات برنس مصر، لان اخوها يوسف قال على حسابه الرسمي على تيك توك وانستجرام لما الفانز سألوه ندى فين يا يوسف، رد وقال انها تعبانة، لكن ما وضحش اكتر من كده، وده بس عشان يطمن كل الفانز اللي بيحبوا ندى مرات برنس مصر. ولما سألوه كتير من الفانز ندى تعبانة بسبب ايه، يوسف مردش. واكيد في الايام الجايه هنعرف ندى هترجع ولا لسه، مش دلوقتي. والفيديو الاخير اللي نزله برنس مصر على قناه مكه ندى ما ظهرتش فيه لانها تعبانه. وليه الفيديو نزل من غير صوت؟ ان الفيديو كان فيه اغنيه، والاغنيه اليوتيوب منعها عشان الحقوق، والاغنيه كانت يا بنات يا بنات لنانسي عجرم. واخيرا بنتمنى ان ندى ترجع اليوتيوب، لكن مش واضح ان هي هتظهر امتى. وطالما مكة بنت برنس مصر وندى بتظهر، يبقى كأن ندى بتظهر لأننا بنشوفها فيها. كوكي ربنا يحفظك. وهنا خلص الفيديو بس ما انتهيش، وزي ما تعودنا مع فانز برنس مصر سؤال الفانز الفيديو اليوم، والسؤال هو قلنا في الفيديو الأغنية اللي كانت على فيديو مكة في البحر ايه هي اسم الأغنية؟ شوفوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا تحلوا السؤال، وكملوا الفيديو معانا عشان هنعرض اسماء الفائزين في تحدي سؤال الفانز الفيديو اللي فات. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.